صباح الخير يا حلوين، كيفكم؟ شخباركم؟ اليوم هو اليوم الخامس من يوميات الدايت. طبعا اليوم صحيت مرة بدري وقررت انه اسوي تنظيف عميق لغرفة النوم، وفعليا صحيت ورتبت غرفة النوم واشتغلت عليها تقريبا اليوم كامل لحد ما خلصتها وكل حاجة، وصورت لكم هي بالشكل النهائي. ولما جيت اسوي مونتاج للفيديو للأسف لقيت انه مقدمة الفيديو محذوفة، يا اما محذوفه يا اما هي اساسا من البدايه ما تصورت. ما اعرف كانت كاميرا شغاله بس انه ما بتصور، ما اعرف ايش اللي صار. جزئيه اللي هي المقدمه ما لقيتها ابدا، فعشان كذا قررت ان اصور لكم هذه الجزئيه البسيطه عشان لا تنصدموا. فحاليا من اول ما حيبدا الفيديو حنبدا بالخطوه الثانيه، لانه الجزئيه الاولى اللي هي الخطوه الاساسيه والخطوه الاولى انحذفت معايا، فخليكم مع الفيديو لا تنصدموا لانه حنبدا على طول من الجزء الثاني. يلا. طيب يا بنات معلش في صوت عمال عشان جالسين بيشتغلوا في العمارة اللي جنبنا، عشان لو سمعت صوت ازعاج. المهم الخطوة الثانية انه انا جبت كيس، شوفوا هذا الكيس، وجلست اجمع كل حاجة الله يكرمكم زبالة في الغرفة. يعني كان ما شاء الله في مليان قوارير موية، في الاكواب الورقية، قراطيس حلويات ومدري كل حاجة، خلاص زبالة يعني. اخذت كيسة كذا معايا وجلست ادور في الغرفة ولميتها كلها ورميتها. حاليا في الغرفة ما في اي زبالة، بس في يعني تحتاج تكنيس وزي كذا. طيب حاليا راح ابدأ بالخطوة الثالثة. الخطوة الثالثة ايش حسوي؟ حشيل كل حاجة موجودة في الغرفة من يعني تحف اكسسوارز حاجات زي كذا، يعني زي هنا 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 كل حاجة ممكن انها يعني كذا تتشال من مكانها، مي عالقة في الجدار ولا شيء، خلاص حشيلها، واحتمال كبير اني احطها هنا. فحنسوي الخطوة الثالثة مع بعض وبعدين ارجع لكم واقول لكم ايش الخطوة الرابعة. وبكذا يا بنات نكون خلصنا من الخطوة الثالثة، شلت كل حاجة موجودة هنا وحطيتهم هنا. هنا على الكنبة البيضة حطيت الفرشة هذه الخضرة عشان لو كان في حاجة فيها بقع أو تراب أو شيء ما تعدم الكنبة لأنها بيضة. حطيت كل الأغراض هنا، الكبير والصغير وكل حاجة هنا. بس اللي باقي لي إيش؟ اللي باقي لي السجادة، راح أستنى دحمة يجي يشيلها لأنه ما حقدر أرفع السرير وأشيلها، هي أساساً ثقيلة يعني ما شاء الله حجمها كبير، فما حقدر إني أشيلها. أخليها زمان في بيتي القديم كنت أشيل المرتبة كمان حقت السرير، حالياً هذه المرتبة مرة 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 ما شاء الله وزنها كبير، ما أقدر أشيلها ولا أقدر أحركها أساساً من مكانها، عشان كده مخليتها. بس حالياً حخلي دحمة يشيل السجادة. بإذن الله غرفة النوم راح أرجعها زي ما كانت أول مرة، يعني حركب الستاير، حظبط الدنيا كلها ستاير، طبعا غسلتها وكل حاجة، فحنركب الستاير وحنرجع الغرفة زي ما كانت في البداية، يعني بداية ما سواها المصمم. بس حاليا الخطوة الرابعة انه هذه الاشياء كلها حفندها، الاشياء اللي تحتاج غسيل حغسلها بالموية والصابون، الاشياء اللي بس تحتاج تمسيح حمسحها بالبخاخة، حرشها بالبخاخة. البخاخة راح يكون فيها فيري وموية ومعطر، بس ما راح احط فيها اي حاجة، وبس راح امسح كل الدنيا الموجوده هنا، الاشياء اللي تحتاج تمسيح والاشياء اللي تتغسل عادي راح اغسلها وهستناها تنشف. شوفوا يا بنات اول حاجه سويتها نفضت كل الغبار الموجود على الجدار ومسحت الاشياء اللي خلاص موجود، الرف والسرير والاضاءه وكل الاشياء اللاصقه في الجدار خلاص مسحتها. بعد كذا حنبدا نكنس، حكنس بالمكنسه العاديه. شوفوا عادي انكم على طول تغسلوا بيسيل، بس لانه انا بهذه الطريقه للان انا محافظه عليها سنتين فما ابغى صراحه اغير طريقتي، فحكنس بالمكنسه العاديه اول واشيل كل الاشياء الكبيره وبعدين اغسل ببيسيل. حاليا وصلت للمرحله ما قبل الاخيره، كنست الارضيه بس باقي انه اغسلها ببيسيل، لسه ما استخدمت بيسيل، والسرير ما قدرت صراحه ادفه الا هنا، يعني ما قدرت انه ادفه اكثر من كذا، كنس من تحت وكل حاجة. فحاليا هغسل كل الأرضية ببيسيل وبعدين أبدأ أرجع كل حاجة مكانها، وحتكون هذه هي المرحلة الأخيرة إنه أرجع كل شيء زي ما كان.
كذا أكون خلصت من الغرفة، خلاص غسلت كل حاجة ونظفتها ومسحتها ورتبتها، حتى المكيف مسحته ولا هي النجفة هذه، كل حاجة ما في حاجة موجودة في الغرفة مي مغسلة ومنظفة، وخلاص على سنقة عشرة على قولتهم. بس إنه لقيت على الكنبة، هنا الكنبة هذه كنت حاطة عليها الشرشف وغسلت الأشياء ومسحتها فوقها، بعدين شلتها. لما شلتها لقيت التلبيسة حقتها فيها بقع، شايفين هنا كيف البقع؟ في أكثر يعني نفس هذا موجود أكثر من يعني أكثر من مكان، تلبيسة كلها تقريبا فيها بقع، ففكيتها وقلت خلاص هغسلها، وكمان فكيت الستاير البيضة هي الخفيفة كله، قلت خلاص أغسله كذا يكون ما في ولا حاجة في الغرفة ما تغسلت، وأستناهم ينشفوا وبعدين أكويهم وأبدأ أركب الأشياء التلبيسات للأشياء الموجودة هنا، وبعدين أرتب الغرفة وأصور لكم هي بالشكل النهائي. بس حاليا عبالي تغسلوا وينشفوا حسوي الغداء، وحسوي لي أنا كمان أكل، حشوف اليوم إيش حاكل وأكيد حصور لكم. شوفوا إيش وصل، طبعا هذه أمس طلبتها والحمد لله على طول وصلوها اليوم الثاني. بصراحة احترت جدا جدا جدا، وماني عارفة إيش اللي يعني كويسة فعليا إنها تكون مرة مزبوط وما يكون لها عيوب. هذه لقيت عليها مدح وسعرها كويس، حوالي 400 ريال حاجة زي كذا. المهم إنه سعرها كويس وقلت خلاص خليني أشتريها وأجربها. طلبتها من يومين واليوم اللي وصلت، فحاليا بما إنها وصلت قلت يلا خلاص مرة واحدة حجربها معاكم على الستاير وعلى فرشات السرير اللي هو ملحف السرير. بنات بالنسبة للغداء راح أسوي معاكم وصفة دجاج مرة سهلة وبسيطة، سويتها قبل فترة بالصدفة، كان ما في مقاضي في البيت وسويت بالمتوفر يعني بالموجود، ومرة عجبت ومرة عجبت تحمي لدرجة إنه أخذ منها وراح يذوق مامته ومدري إيه. وهي يعني لو حتشوفوا دحين طريقتها مرة سهلة، يعني ما حتتوقع إنه حيطلع منها طعم لذيذ. المهم إنه أنا ما أكل دجاج فما أعرف صراحة طعمها بالضبط، ولكن عجبت دحمي عجبت مامته، يعني الناس اللي يأكلوا دجاج، إحنا في البيت أحزاب، أنا وبابتي ما نأكل دجاج وما نأكل لحم، دحمي ومامتي ما شاء الله يحب الدجاج واللحم وهذه الأشياء. طيب نرجع لوصفتنا، الأشياء اللي حنحتاجها دجاج مقطع مكعبات، وحنحتاج بصل مقطع شرايح، والبهارات حنحتاج بودرة ثوم وملح وبابريكا وكمون وسبع بهارات، هذه كامل الوصفة بس ما في غيرها أشياء. زيت. طيب أول حاجة قبل كل شيء، أنا كنت جالسة أتكلم معكم، أنا مسخنة الطاوة فحنحط شوية زيت، مو شوية صراحة كثروا شوية عشان يتقلي البصل. طيب بعد ما سخن الزيت حنضيف البصل، انا هذه المرة بسوي كمية دجاج اكبر من الكمية اللي سويتها اول مرة، فيحتاج طاوة اكبر، بس انا هذه اكبر حاجة موجودة عندي، فان شاء الله بعدين حروح اشتري طاوة اكبر كذا مرة كبيرة عشان تكفي لو بسوي كمية اكبر. بس حنجلس نقلب في البصل لحد ما يذبل. تقريبا يا بنات بهذا الشكل خلاص، طبعا هو اغمق شوية في الواقع من الكاميرا، يعني تقريبا سير على اصفر. تمام، بعدها حنضيف الدجاج، شوفوا يا بنات كمية الدجاج ماني قادرة اقلب لانه اكبر من الطاوة، قلت لكم الطاوة مرة صغيرة فجبت القدر الكبير اللي عندي، اشيائي مرة صغيرة صراحة، يطالع اشتري اشياء اكبر. اوكي فايش حنسوي؟ حنفضل نقلب، حاليا ما حطيت ولا حاجة، بس هو الزيت والبصل والدجاج، حنقلبه الين كل قطعة دجاج تصير بيضة بهذا الشكل، يعني نفس كده شايفين، لازم كلهم يصيروا بهذا الشكل، وبعدين حنشوف ايش الخطوة اللي بعدها. طيب يا بنات شوفوا كيف كل قطعة دجاج خلاص صارت باللون الابيض. ايش حنسوي حاليا؟ حنضيف بودرة الثوم، بسم الله، اوكي حاجة بسيطة، وحنضيف السبع بهارات، و
وحنضيف كمون وكمان من البابريكا واكيد طبعا الملح. واخر حاجة نسيت ما اقولكم انه لازم نضيف كركم وبس. وحنقلبها طبعا حسيبهم يتسبكوا، بس لقيت فلفل في الثلاجة قررت انه اضيف حبتين كده بس كده ارميهم وحسيبهم. طبعا حسيبه لحد ما اول ما اقسم الدجاجة الاقيه على طول تتقسم، فهمتوا؟ يعني لحد ما تستوي تماما. خلاص هذا الشكل النهائي، خلاص هو كده استوى. تبغوا ترشوا مثلا كزبرة او بقدونس على الوجه اللي حابين، عادي اي اضافات ثانية، بس هو كده جاهز. ممكن يتاكل بالعيش وممكن يتاكل بالرز عادي زي ما تحبوا. وهذا اكلي انا. طبعا سويت لي تبوله، ما عرفت ايش اسوي لي بصراحه، كل حاجه مو عجبتني وكل حاجه ما اقدر اكلها. الدايت كله يعتمد على البروتين وانا ماني قادره اكل بروتين، فجالسه اغير. فشوفوا لو لقيت اني انا ما نزلت في الوزن فاعرف انه السبب مني انا، لانه انا جالسه اغير مره كثير. بس الحمد لله ما خبصت ابدا، يعني ما اكلت نشويات، ما اكلت سكر ولا اي حاجه، ماشيه على الدايت، بس ماشيه على الدايت بمزاجي، مستبعدة حتى البروتينات، انا مستبعدتها، جلسة اكل اشياء زي كده من راسي خرابيط. فحنشوف النتيجة في النهاية، يا اما انه فعليا نحفت، يا اما انه هعيد الدايت من جديد لو ما نحفت. المهم سويت لي هنا تبولة، حطت فيها كزبرة وبقدونس طماطم وبصل اخضر ونعناع، وحطت فيها برغل اكيد وملح وزيت زيتون وليمون بس. عادي ممكن تضيفوا خيار لو حابين اي حاجة، انا بس هذه الاشياء اللي اضفتها ومرة لذيذة، يعني دقت منها شوية مرة لذيذة. وبس والله حاكل وبعدين ارجع اكمل غرفة النوم. طيب حاليا اول حاجة راح اسويها راح اكوي بيوت الخداديات، عشان زي ما انتم شايفين مرة معجلكة، وبعدين راح البسها كل المخدات والخداديات وكل حاجة كلها مرة البسها بيوتها. وبعدين راح ارتب هذه البوكسات، راح اشوف كل بوكس ايش راح اخزن فيه، وبعدين حبدا ارتبهم هنا في الدولاب اللي فوق. الدولاب اللي فوق يعني قصدي هذا الدولاب اللي جنبي، يعني في بوكس راح احط فيه كتب، في بوكس راح احط فيه اللي هو البوكسات الكبيره، جالسه افكر احط فيها الملاحف حقت السرير، واحيانا اقول لا خليني احطها في الادراج احسن لانه الادراج اكبر. فما اعرف، حشوف دحين كل بوكس ايش راح اخزن فيه، وممكن بوكسات حخليها فاضيه زي ما هي وارتبهم هنا، وبكذا اكون خلصت. وبعد ما انتهي تماما راح اصور لكم الغرفه. خلصنا الغرفة، شوفوها الغرفة بشكل كامل، ما رجعت زي اول، لسه باقي كم شغلة ما عرفت ارجعها صراحة زي ما كانت تماما، وخصوصا السجادة. السجادة مرة حاسة انه قدمتها مرة للاخير من هنا، وحاسة كمان يبغى لها شوية تندف لين نص السرير كده، ما ادري بس حاسة انها غلط. يعني شوف كيف شكلها، حاسة انه في حاجة غلط سويتها مو زي المرة الاولى. والباقي حاولت على قد ما اقدر انه ارجعها زي ما كانت. هنا في خدادية ناقصة هحطها بعد شوية، والمكتبة حاولت على قد ما اقدر انه احط الاشياء الموجودة زي ما كانت، في اختلافات بسيطة بس بالمجمل يعني كده بشكل عام تقريبا نفس الشكل اللي كان اول. وهنا عندي هذا الشاحن، تفتكروا صورت لكم هو قبل، قلت لكم اخويا جاب لي هو هدية، للان تخيلوا ما استخدمته، فقررت انه هحطه هنا واشحن عليه دايما جوالي قبل ما انام، لانه انا دائما اتفرش في الجوال قبل ما انام، ودائما حتى لو كان ما في شاحن احطه جنبي، ولما اصحى الصبح الاقيه طافي، فقلت خلاص يعني ما حاخده معايا في المطبخ وفي كل مكان، خلاص حخليه هنا وقبل ما انام اتفرج وكل حاجة واحطه. هنا كمان في مناكير في هذا، لو شايفينها شايفين بقع سوداء، هذه مناكير قلت بجيب اسيتون ومسحها. وبس والله كذا تقريبا الغرفة صارت جاهزة، ما عدا الخدادية ححطها هنا، والسجادة ان شاء الله اذا جاء دحمي حخليه عدل اللي هي، وبكذا تكون الغرفة جاهزة تماما. خلصتها خلص. قبل ما انهي فيديو اليوم، لانه حاسة ما شاء الله تبارك الله مع التنظيف وزي كذا الفيديو صار مرة طويل، بس قبل ما انهي الفيديو حابة اني اقول لكم ممكن انه انت من خلال الفيديو تشوفوا انه خطوات التنظيف مرة سهلة، خصوصا التنظيف العميق اللي زي كذا. التصوير جدا جدا سهل، وفي له قص وحط مقطع وما اعرف شو واسرع مقطع وزي كذا، اما هو في الواقع جدا جدا متعب. يعني لما تيجي تسوي تنظيف عميق لمكان او غرفة او حاجة
لازم يكون هذا اليوم انت فاضية فيه، ما عندك اشغال، ما عندك حاجات تانية تسويها عشان تقدري تنجزي، لانه لو كان عليك ضغط اساسا ما حتكملي وحتقسمي الغرفة الواحدة الايام، فلازم تكوني مخلصة تماما عشان تقدري تنهي الغرفة في نفس اليوم. وبس والله هذا كان كل شيء الفيديو اليوم، اشوفكم على خير في فيديو بكرة، ومع السلامة.